اليوم مثل ما شفنا هذه الفعالية، فعالية الموسيقى، الموسيقى فدرمز حلو، تعطي انطباع حلو. شفنا انه هذه نتائج الثورة بدأت تثمر، يعني وإن كانت مو النسبة العالية بس بدأت تثمر شوية شوية، لأن شفنا الطاقات الشبابية بلشت كرسم على الجدران، كالمواهب الموسيقية بدأت تبهر، كالروح الشبابية التكاتف كذلك. انه هسه اليوم شفنا انه شلون هسه هذه الفعالية الموسيقى، الروح الشارع بدت نمو، يعني قبل كان اكو نوع من التكتم او نوع من علامة اكسترن مخلين على اي شيء يصير. شفنا انه حتى البنات انه ظلن ياخذن راحتهم انه يطلعون بدون ماكو اي علامة تحرش، ماكو اي حالة تحرش، وكذلك انه سجلوا انه ماكو اي نسبة تحرش بالثورة. هذا كل شيء حلو، يعني نعرف انه ثورتنا جابت يعني ثمارها، بلشت انه تبدي نتيجتها، وان شاء الله نقول انه القادم افضل. طبعا اليوم فتحنا هاي الخيمة اللي هي خيمة شبعات لتعليم الموسيقى، هي خيمة بها رسالة كلش واضحة للعالم من خلال عزف موسيقى موطني ومن خلال تعليم الموسيقى للطلاب. الموسيقى هي السلاح السلمي الوحيد بالعالم، من خلاله يعني ننشر الموسيقى والسلام للعالم وسلمية التظاهر. وشفنا يعني اقبال الناس وتفاعلهم ويا الموضوع كلش يعني كان بصوره ايجابيه، وتفاعلهم يعني خلانا يعني بحماس انه نقدم بعد اكثر واكثر. اليوم جينا الخيمة شبعات لتعليم الموسيقى، عم بتعلم الموسيقى والأغاني الوطنية. فأنا كل يوم أجي لهاي الساحة، ساحة المتظاهرات، فشفت هاي الخيمة بها شباب يتعلمون موسيقى.